مساء الخير يا رب تكونوا بخير ازيكم يا بنات عاملين ايه النهارده جايبه لكم وصفه هايله جدا للبشره ممتازه للبشره والشعر كمان بصراحه الوصفه دي تنفع للاتنين النهارده انا هعمل منها كميه على قد البشره كريم بانسينول طبعا يعني معروف جدا ورخيص مش غالي وهستخدم كمان معايا آآ آآ زيت اللوز ومعايا زيت جوجوبا ومعايا حباية من أوميجا 3 طبعا البنسينول ده فيه منه اللي هو الخمسين جرام وفيه الخمسة وعشرين جرام انا جايبة العباوة الكبيرة علشان هاخد نصها اعمل بيها البشرة ولو عايزاها كلها هستخدمها للشعر هنخلط المكونات بتاعتنا بالطريقة واحدة واحدة كده معانا أنا عايزة أقول لكم إن الوصفة دي بجد هتجيب معاكي من الآخر لو هتستخدميها للبشرة أو الشعر النهارده كريم بانسينول اصلا يعني بيعالج السواد اللي تحت العين بيعالج الحبوب اثار الحبوب لو في حب الشباب التجاعيد بيلمع البشره بيطريها بيرطبها تعالي كمان بقى احنا هنزود عليها كبسوله اوميجا او جاسري 3 دي يعني بتحمينا من الشيخوخه بتحمينا من اشعه الشمس وزيت اللوز وجماله مش قادره اقول لكم كله وفيتامينات في فيتامين ا و ه و ب فيتامين اللي هو زيت اللوز بيبقى مناسب كمان لجميع انواع البشره بيزيل كمان التجاعيد اللي في البشره بيحسن مظهرها آه كمان معانا زيت جوجوبا مش عايز اقول لكم على جماله بيدخل في عديد من المنتجات اللي هي بتاع كلها عنايه بالبشره الشركات الكبيره كلها بتستخدمها غالبا في منتجاتها وكريماتها آه بتساعد طبعا على تحسين البشره وعلاجها آه بترطب البشره بت بت بتعالج الامراض الجلديه آه بت بتحسن من ظهور آه علامات التقدم في السن بتعالج الحبوب حروق الشمس بتزيل المكياج كمان جميله جدا للشفايف يعني بجد عايزه اقول لكم الوصفه دي يا جماعه بجد لازم تكون متواجده عندنا باستمرار في البيت هنعمل الكريم وهنحطه في عبوه ونستخدمه كل يوم الصبح وبالليل او مره واحده في اليوم مش عايزه اقول لك هتحسي بنتيجه هايله هايله هتعجبك جدا بشرتك هتكون رطبه وجميله وهتحسي ان هي صافيه وهتحسي كده باي حاجه حبوب اماكن دكنه بشره جافه كل ده هيروح تماما من بشرتك بجد الاربع مكونات كلهم فوائد جامده جدا للبشره وللشعر كمان زي ما قلت لكم ممكن تستخدميها كمان لشعرك وتبيتيها طول الليل وتغسليه تاني يوم ويبقى عامل زي الكرياتين كده بس كرياتين طبيعي يبقى الوصفه بتاعتنا النهارده للبشره وللشعر تتناسب الاتنين وبيدوا نتيجة فورا, فورا يعني بصي نتيجة فعالة هتحسي بيها مباشرة عايزة اقولك انا فعلا بستخدمها وبشرتي بسم الله ما شاء الله يعني مش عايزة اقولكوا على الجمال تدي رطوبة ونعومة أه تحس ان انتي أه فيها مجموعة من الفوائد غير عادية أه تعالوا بقى نعمل مع بعض وصفتنا أه طولت عليكم كتير ولكن كنت عايزة اوريكم كل حاجة فوائدها ايه أه عشان تبقي عارفة انتي بتحطي ايه برضو على بشرتك او على شعرك دي عبوة قلت لكم خمسين جرام انا هاخد منها بس خمسة وعشرين يعني هاخد نصها بس عشان انا محتاجاها للبشرة هعمل عبوة كده كريم كده تبقى عندي هتاخدي كده نصها كده عايزة تاخديها كلها وتعملي عبوة كبيرة زي ما انت عايزة انت هتشوفوا دلوقتي نصها هتطلع لي كمية قد ايه حطيت كده الكريم في الطبق بالشكل دوت اهوت زي ما انتم شايفين معلش الاضاءه أه هنجيب بقى معانا الزيوت بتاعتنا هنبدا نضيف مكون مكون ونقلب الخليط كويس جدا لحد ما يتجانس كل المكونات الحلوه بتاعتنا دي أه دي كبسوله اوميجا 3 هنفضيها كده على الكريم عندك فيتامين ه عندك فيتامين ا اي كبسوله عندك مش شرط اوميجا 3 لكن لو عندك فيتامين كبسولات فيتامين ا او فيتامين ه فهي كمان مفيده جدا للبشره ولكن انا عندي اوميجا 3 فانا ضفتها معايا كمان زيت جوجوبا زي ما قلت لكم الزيت دوت يا جماعه بيتحط لكل المنتجات العنايه بالبشره بيستخدموها كبار الشركات لمستحضرات التجميل هايل فعلا الزيت ده وغالي مش رخيص آه معانا كمان زيت اللوز بيبقى الزيت آه ده برضو مش رخيص برضو يا جماعه الزيت ده آه يعني عبوات صغيره كده لما تجيبيها بتد... هتبقى قد امكانياتك ولكن من احسن انا قصدي من احسن انواع الزيوت وافخمها آه زيت اللوز هاخد يعني نص معلقه كده وهبدا اقلب الخليط دوت كويس اوي كده مع بعض لو حاسه ان انت محتاجه لسه كريم تاني الزيت اكتر آه زودي الكريم وقلبيه بقى كويس اوي بحيث ان المكونات الجميله دي كلها تتجانس كده مع بعض آه وكل الخامات والمكونات تدخل كده ونستفيد بيها كلها على بشرتنا أو على شعرنا طبعا قلتلك لو على الشعر هتزودي الكمية آه آه كمية العبوة بتاعة الكريم آه و وتقدري بقى إن العبوة دي لو كاملة هتحطي معلقة من كل الزيوت اللي قلتلك عليها تمام لكن الكميه دي تكفي ان انت تعملي برطمان صغير تحطيه كده ده للبشره إيه وزي ما قلت لك كل يوم إيه خلاص كده يعتبر كده كل المكونات تجانست كده مع بعض وكله كده اتشرب من بعضه بصوا الجمال بقى الكريمي كده واللون والزيت والحبايه الاوميجا كله كده داب كده في الكريم عايزه اقول لك ان اصلا ريحه الكريم ده جميله جدا هايله مش محتاجه ان انتي تحطي اي حاجه ت... ت... تديكي لون أو... او تديكي ريحه حلوه للكريم هتدهني بقي يعني بصي حته صغيره من الكريم دوت مش عايزه اقولك هتعمل قد ايه يعني بصي تاخدي حته كده يعني دي كمان كبيره جدا اللي انا خدتها دي هاخد حته صغيره كده هتقول لك هتحسي على طول بفرق الـ الـ إحساسك كده بالبشره ونعومتها وترطيبها بصي يعني بجد انا حسيت بقد ايه الكريم ده فعال وقتي يعني مش محتاجه تقعدي فتره عشان يجيب معاكي نتيجه لا ده نتيجته بتبقى في وقتها بجد تحفه يا جماعه تحفه جربوا الوصفه دي وعلى ضمانتي انا اي وصفه بديها لكم بكون مجرباها ومتاكده منها تماما مش بديكم اي حاجه اولا كل الزيوت مع الفيتامين اللي احنا حطيناه هيغذي البشره وهي، وهيرطبها كل الفوائد اللي احنا قلناها هتتعالجي بيها وهتبقى جميله جدا لبشرتك بجد الكريم ده ممتاز بالمكونات اللي احنا حطيناها عليه استخدميه وانتي مرتاحه جدا وامن جدا مفيش اي اضرار لاي بشره ايا كانت سواء الحساسه او العاديه ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس ورايكم في التعليقات هنجيب بقى عبوه كده صغيره ونبدا ان احنا نضيف فيها الكريم بتاعنا وهتغطيها وتسيبيها بقى قدامك كده على سرحتك كل يوم اما تصحي كده بالصبح ان شاء الله على خير ادهني منها حته صغيره كده وشوفي فرق بشرتك هيبقى عامل ازاي هتحبيه جدا ومش هتستغني عنه وكل ما تخلص العبوه هتعمليه تاني عبوة كده صغيره بالشكل ده قدامك كده عايزه اقولك ان العبوة دي لو احنا بنجيبها من شركات كبيره هنجيبها غاليه جدا كل ما تخلص معاك العبوة تمليها تاني تعملي نفس المكونات دي وتمليها تاني وتفضل عندك متواجده دايما هتلاقي بشرتك جميلة وما فيهاش اي مشاكل خالص والعبوه شكلها حلو وعبوه صغيره كده كل ما تخلص تتملى ومع ان السرور الصغيرين دول هيقعدوا معاكي فتره كبيره جدا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده ويا رب اكون فدتكم السلام عليكم